السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، تكونوا مزيان. وتحية لكم جميعا، تشكركم على انضمامكم وتتبعكم لهذه القناة المتواضعة، ونتمنى تبارطاجيو هذه الفيديوهات، ديروا جيم وضغطوا على الجرس، ضغطوا على الجرس باش إن شاء الله يوصلكم فيديوهات ديال المعز وتسمعوا الجرس. وبارك الله فيكم، وتابعوا هذا الفيديو ان شاء الله. راه نديروا على الزيتون، كيفاش كيغرسوا الزيتون هنا وكيفاش كيعتنيوا به باش كيطلع مزيان وكينتج مزيان. تابعوا معايا الفيديو وبارك الله فيكم، شكرا لكم جميعا. هنا كما كتشوفوا الاخوان والاخوات، راه داك اللي كيبان بيض داك راه التبن، هذاك فرشينو كاع في ديك الكوديه تما، باش ما تكونش زرافات في التربه ما تطيحش حتى بزاف. دابا لما كانش داك التبن غيدي داك التراب، ما تكونش داك الزرافات ديال التربه، شي باش دايرين داك التبن وباش يبرد حتى الشجر. هنايا كذلك راه دايرين موج ديال البال، كاع البلاصه اللي فيها شي هكا شي شعبه كما كنقولوا، دايرين فيها البال موجدينو باش البلاصه كاع اللي يدوز منها الماء هكا مجهد، دايرين فيها غيديروا فيها التبن. وعلى ما اظن غيديروا حتى في، لحقاش كاين شي وحدين كيديروا حتى في الجدر ديال الشجر باش يشد ديك البروده. طريقة زوينة هذه، راه مزيان بحال الاخوة اللي باغيين يديروا الشجار ديال الزيتون راه يستافدوا. نتمناو تستافدوا من هذا الفيديو وتبارطاجيو مع الاخوة اللي باغي يستمروا في هذا المجال ديال الزيتون. راه هو واحد المجال مربح 100%، علاش؟ هو ما فيهش المصاريف كثيرة وما كيحتاجش خدمة بزاف، ماشي بحال زراعة الحبوب ولا القطاني، خصك الزرع وخصك لانكري وخصك، هو المهم غير الغبار، تعطيه الغبار ديال البهايم وتاني مع الشتا مبقاش كطيح فوقتها مع الاحتباس الحراري. راه الزيتون وقتاش ما جات الشتا كتنفعو، يا كي جات في شهر واحد يا كي جات في شهر خمسة شهر ستة في الصيف، المهم وقتاش ما جات الشتا كتنفعو، ماشي بحال الفلاحة ديال القمح والفول والجلبانه وداك، خصها الوقت خصها تجي فوقتها. ما دابا مع الاحتباس الحراري والتقلبات المناخ اللي ولات دابا كاع في جميع بلدان العالم، راه بالنسبه لاسبانيا هذه راه فكره زوينه، فكروا فيها ولاو بدلوا الفلاحه ديال الحبوب والضب بدلو بغسل الزيتون. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيو مع جميع الاخوان الاخوات اللي كيهمهم الامر، يستافدوا ان شاء الله، يستافدوا. هذا الشيء راه خدمه زوينه، هنا كيديروا خدمه ما كتكلفهمش وكينتجوا. دابا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات على الزيتون ان شاء الله من تصل الوقت. راه كاينه الشجره هنا اللي كتعطي حتى 250 كيلو، جوج قناطر ونص 200 كيلو ما شاء الله، هو كيعطي عام بعام. المهم هذا الموضوع غنهضروا فيه من بعد ان شاء الله من توصل ديك الوقت، وراه كاين ما يتقال وكاين ما يدار ان شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع. كما كتشوفوا ما شاء الله راه البلاصه فيها الماكله هي عجبتها ليها اليوم، وجيت هنايا لهاد البلاصه وشتات الزرده هادي هنا الفيرما ديال الزيتون، راه 30 قطار هادي هنايا ما شاء الله، راه غرسوها كامله زيتون هاد العام. دابا هاد الزيتون اللي كتشوفوا هنا راه عنده 6 شهور، دابا 6 شهور غرسوه في شهر 3 غرسوه، 6 شهور دابا عنده ما شاء الله كما كتشوفوا.
هذا راه سقاوه غير فهاد شهر 7 كانت فاش كانت الحراره كانوا يسقيو هادشي راه بوري كما كتشوفوا. وعلى ما اظن داكشي اللي كيبان دوك الخطوطه راه بغاو يديروا ليه الكوتاكوت الله اعلم. لقاش راه عندهم واحد الشارج لهي الفوق نحاول نقربوا داك السارج راه دايرين فوق منه الطاقه الشمسيه وكاينين واحد البيار هنايا كاينين جوج بيار كما كتشوف هذاك قادوس راه فير وكاين قادوس اخر هنايا ها هو كاين جوج بيار وكيطلعوا من تما دايرين الضو كيطلع دايرين بومبات ديال الماء ودايرين دوك التيوات وكيطلعوا الماء لذاك الشارج اللي الفوق. طاح الشتا ماشي شي محميه غير طالقين وصافي عايش في هاد الجبال كما كتشوفوا. ما شاء الله راه الجبال هنايا موجوده وفيها مناظر زوينه مناظر جميله كتفوج على القلب ما شاء الله. كما مع اليوم الحد كما كتشوفوا راه مخلين تراكتور مخلين كلشي في امان الله وحفظه كاش اللي قرب شي حاجه. ويا هنا اسبانيا دابا شي عامين ولا 3 سنين بداو كيتعاطاو الغرس الزيتون. هي الدوله كتدعمهم كتعطيهم الشجر وهما الفلاحه كيغرسوا. ردت بلاد كثير هنا في الشتاء ولات كطيح الزيتون كيصبر والزيتون راه هو تقريبا من الاشجار المثمره هو اللي كيصبر العطش. تقريبا هاد المناطق راه كاينه فيها الشجره لي كتلقى عندها سنين كتلقى عندها 200 عام 300 عام 400 عام كاينه حدايا تما دوك الجوج. وحتى هاد الشجره تما راه عندهم 8 من ملي كانوا هنا في العرب في الفتوحات الاسلاميه فتحوا هنايا في الاندلس. والزيتون الاصل ديالو راه من شمال افريقيا راه جابوه فاش فتحوا الاندلس جابوه المسلمين من شمال افريقيا. هنا الاسبان انا تناقشت معاهم في هذا الموضوع هذا وقالوا لي راه جابوه من عند كاين الرمان والزيتون والطين وشنو اخر الطين والرمان والزيتون هاد ثلاثه الحوايج جابوهم من شمال افريقيا. قش النعم اللي عطانا الله ما عطاها ليهمش هما ما شاء الله الحمد لله على نعمة الله. ما كانت بلادهم على الغابة ها الغابة راه تالد تال من السبعين أو الثمانين تدخلت الاتحاد الأوروبي عاد بداو يديرو الغرس بزاف ديال الأشجار المثمرة. نمشي نشوف راه المعز مشى عليا كما كتشوفو هما هنا دايرين هاد الساقية ديك الساقية باش دايرين لها ديك السيمال هي باش الما ميدي ليهمش هنايا ميحفر ليهمش في البلاد ويضيع ليهم الزيتون. هما كيخدمو مزيان داكشي باش كينتجو. والزيتون راه كما قلتلكم راه هو من الشجر اللي كيصبر العطش. علاش هو راه ما شاء الله 5 متر باش كي الجذوره ديالو 5 متر تحت الارض تيمشيو ديال الغرق 5 متر داكشي باش ما كيبش. هو ما عمرك شفت شي شجره ديال الزيتون يابسه ماشي بحال اللوز. اللوز الشجر ديال اللوز تيدير هو الفوق فوق ما كيمشيش لتحت هو كيمشي على الجنب الجذوره ديالو تيمشيو للجنب هاكم فوق لا ماشي فوق الارض. المهم بواحد 50 سنتيم ولا متر تحت الارض ما تيمشيوش لتحت. كتشوفو ما شاء الله محطين البال هنايا باش يديروا على
يديروا في دوك الشعاب تمايا كيديروا. شوفوا لي راه حاطين تبارك الله شحال ديال البال حاطين تما. داكشي دابا كاع غيديروا الزيتون كاع على الجدر ديال الزيتون باش نهار طيح الشتا يبقى داك التبنشاد البروده على الزيتون. الزيتون راه المعز راه مشى بينكا روكي راه اخر هنايا ما شاء الله. الجبال هنايا عالصخر هنا هادو ما فيهمش الربيع ما فيهمش الغابات. البال حاطينو هذا على قبل الزيتون هنا باش يفرشوه ليه. وبغيت هاد القناة تعجبكم ان شاء الله وتكون على حسن ظنكم، تكون الفيديوهات متنوعة باش يستافدو كاع الاخوان اللي كيعجبو المواشي نديرو ليه المواشي، اللي باغي هادشي الاشجار الفلاحة نديرو له الفلاحة. المهم تكون متنوعة يكونوا يحبوها كاع اللي باغي الغرس واللي باغي المواشي. وبارطاجيو هاد الفيديوهات مع الاصدقاء ومع الاقارب وديروا جيم وضغطوا على الزر باش تصلكم ان شاء الله فيديوهات وتسمعوا فيها ان شاء الله الجرس ديال المعز. ديري لونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتشوفوا ان شاء الله فيديو جديد بحول الله.